كربلاء ومنذ أن بدأ المواطنون فيها بالوقاية من فيروس كورونا شهدت شحة بمستلزمات الوقاية كالبدلات الطبية والكمامات وارتفاعا في أسعارها، مما دفع العتبة العباسية المقدسة إلى العمل بتصنيعها، حيث وصل إنتاج اليوم الواحد ما يقارب 50 بدلة طبية وثلاثة آلاف كمامة للإسهام بالنقص الحاصل. بالنظر للظروف الحالية فارتأت العتبة أن نعمل بدلات للتعفير توزيعها على الأطباء والمضمدين في بعض المستشفيات، فارتأت العتبة أنه نعمل هذني البدلات لقلتها بالأسواق وغلاء أسعارها. شعبة الخياطة عملت على افتتاح ورشة متخصصة لغرض صناعة البدلات الطبية والكمامات باستخدام قماش مصرح به من قبل دائرة صحة كربلاء، وأن أعمال الفصال والخياطة تتم بشكل ملائم ومطابق للمواصفات الطبية المطلوبة. حاليا اشتغلنا عليهن يوميا، ننتج تقريبا 50 بدلة، وصل العدد الكلي إلى 350 بدلة حاليا، وتوفر بالقياسات لارج وميديوم ولارج وأكس لارج. تبني العديد من المبادرات التي تساعد المجتمع إيمانا من العتبة المطهرة بتوحيد المواقف لمواجهة مخاطر هذا الوباء والشعور العالي بالمسؤولية اتجاه أبناء الوطن.